اهلا وسهلا بكم طلاب الصف الاول اعدادي، رجعنا لكم تاني. النهارده ان شاء الله هناخد الدرس الثالث في التاريخ، درس الدوله الوسطى الواحده الرابعه. عصر الدوله الوسطى بيطلق عليه عصر الرخاء الاقتصادي، وهو بيضم الاسرتين الحاديه عشر والثانيه عشر، الحداشر والاتناشر. طب ليه بيطلق على عصر الدولة عصر الرخاء الاقتصادي؟ لأن ملوك الدولة الوسطى قدروا يستغلوا ويستثمروا موارد مصر الطبيعية للنهوض بالبلاد. عملوا العديد من المشروعات التي نهضت بالبلاد نهضة شاملة في مختلف المجالات. يبقى تاني، ليه بيطلق على عصر الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي؟ لأن ملوك الدولة ديت استغلوا الموارد الطبيعية وعملوا مشروعات نهضت بمصر في مختلف المجالات. وبيعد عصر الدولة الوسطى يا شباب عصر ذهبي لمصر الفرعونية. ليه؟ لأن في هذا العصر تقدمت الزراعة، نهضت الزراعة والصناعة والتجارة، قاموا بتشغيل المناجم والمحاجر، المناجم اللي بيستخرجوا منها المعادن والمحاجر بيقطعوا فيها الأحجار. ثلاثة، تقدمت العمارة والآداب والفنون. أربعة، حفر قناة سيزو ستريس. أهم ملوك الدولة الوسطى الملك أمنمحات الأول، كان وزيرا لآخر ملوك الأسرة الحداشر، ولما مات الملك اللي هو كان وزير عنده ما كانش الملك ده ليه وريث، فالملك أمنمحات الأول هيعلن نفسه ملكا على البلاد عام 2000 قبل الميلاد، وهو كده أول ملوك الأسرة الـ12 السنة 10. أهم أعماله أخضع حكام الأقاليم لسيطرته، يعني سيطر على حكام الأقاليم، وقدر في نفس الوقت تكون علاقته ودية معاهم. إزاي؟ لم يسلبهم سلطانهم مقابل ان هم يقدموا ليه الولاء والطعنة، مقابل ان هم يبقوا خاضعين ليه ينفذوا اوامره، وفي نفس الوقت يحتفظوا بايه بمناصبهم وسلطتهم. اثنين، هيكون بنقل العاصمة من، وهينقل العاصمة من طيبة الى اثيد تاوي، وتعني القبيض على الارضين الشمال والجنوب، وتقع فين يا ولاد؟ في الجيزة. ثلاثة، هيأمن حدود البلاد ضد هجمات الأسويين والليبيين. أربعة، هيأسس أسوار النمحات المبجل ببلاد النوبة. هنتكلم بعد كده يا شباب على الملك سنوسرت الثالث. هذا الملك عرف عنه، مش عارف عنه ان ولاد ان شخصيته قويه، كان حاكم عادل واهتمامه بالتجاره الخارجيه. اهم اعماله هيبقى معايا، هيتم حفر قناه ايه سيزو ستريس، التي ايه هي اقدم طريق مائي يا ولاد ربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل. ربطت البحرين الاحمر والمتوسط عن طريق نهر ايه النيل. طب ايه النتائج مترتبة على حفر قناة سيزو ستريس؟ النشاط التجاري هيزداد يا ولاد مع كل، نشاط مصر التجاري هيزداد مع كل من فلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط كريت وقبرص وبلاد بنت اللي هي دلوقتي يا ولاد الصومال. اتنين، هيأمن حدود مصر الجنوبية، فهيشيط قلعتين يا ولاد سمنة وقمنة وراء الجندل الثاني على حدود مصر الجنوبية، حيث كانت منطقة النوبة بمثابة البعد الاستراتيجي لمصر. يعني ايه منطقة النوبة اللي هي جنوب مصر؟ بمثابة البعد الاستراتيجي لمصر، يعني خط الدفاع الأول عن مصر. عشان كده شيط قلعتي ايه سمنة وقمنة لتأمين حدود مصر ايه الجنوبية.
هنتكلم بعد كده على الملك النمحات الثالث. هو احد ملوك الاسره الاثناشر العظام. اهم اعمال الملك النمحات الثالث، وكان يا رب يلقب باحد الملوك العظام اكيد بسبب ايه اعماله. اهم اعماله حرص على النهوض بالبلاد نهضة شاملة، حرص على النهوض بالبلاد نهضة شاملة، اهتم بشؤون الري، اقام في الفيوم سد اللاهون، لان هذه المنطقة منطقة الفيوم كانت بتتعرض لخطر الفيضان، فاراد ان يستفيد من هذه المياه، فاقام سد اللاهون لتنظيم شؤون الري، ويقدر يتوسع في الزراعة، يستفيد بهذه المياه ويتوسع في الزراعة. أقام مكياس للنيل عند الجندل الثاني. مكياس للنيل يا شباب ده من خلاله بيقدر يحدد منسوب المياه، لما يقدر يحدد منسوب المياه بيقدر يحدد المساحة اللي هيزرعها قد ايه، وبالتالي يقدر يحدد ايه الضرائب اللي هتفرض ايه على الفلاحين. يبقى أقام مكياس للنيل ليه؟ لتحديد المساحة المزرعة وتقدير ايه الضرائب. بنى هرم عند هوارة بالفيوم، بنى هرم في هوارة بالفيوم، أنشأ معبد البراند الضخم، أدي أهم إيه أعماله. بعد الملك النمحات الثالث هيتولى ملوك ضعاف زي اللي حدث يولد إيه في عصر الدولة القديمة. الدولة القديمة لما خدنا انهارت ليه؟ نتيجة ان تولى ملوك ضعاف. نفس الكلام هيحدث في الدولة الوسطى، هتضعف نتيجة ان هيتولى ايه الحكم ايه؟ ملوك ايه؟ ضعاف. طيب فالدولة هتضعف وهتدخل في عصر اسمه عصر الاضمحلال الثاني، اللي بيضم الوزارات من كام؟ من 13 ل 17. واحنا خدنا يعني ايه عصر اضمحلال؟ عصر اضمحلال يعني عصر ضعف. حالة من الضعف بتصيب بعض الدول فترات تاريخية معينة نتيجة ضعف في الملوك، بيتولى ملوك ضعاف فالدولة بتضعف. طيب بما تفسر سقوط ونهاية الدولة الوسطى؟ ها لسه قايلين نتيجة ايه؟ ضعف ايه؟ ضعف الملوك. تولى الحكم ملوك ضعاف بعد الملك مين؟ النمحات الثالث. حدث صراع بين حكام الاقاليم انفسهم، احنا عارفين يا اولاد حكام الاقاليم ان هم زي محافظ دلوقتي، حكام الاقاليم زي محافظ دلوقتي. حدث صراع بين حكام الاقاليم على السلطه، وبينهم وبين القصر الفرعون، وبينهم وبين الايه الفرعون ذات نفسه. ده كل اضعف ايه؟ اضعف الدوله الوسطى، وادى في النهايه لايه؟ لسقوطها. البلاد وقعت فريسه الاطماع الخارجيه، الاعداء من الخارج اجتمعوا في البلاد نتيجه الضعف اللي حدث دوت يا اولاد. مين اللي هيجي يستولى على البلاد في عصر الاضمحلال الثاني؟ هم الهكسوس. طب مين هم الهكسوس؟ هم قبائل بدويه جاءت من اسيا عن طريق فلسطين، واطلق عليهم المصريين القدماء الملوك الرعاة. ليه بما تفسر؟ لانهم احتلوا بلدهم دون وجه حق. طيب بما تفسر ليه الهكسوس يا شباب قدروا يحتلوا مصر بسهولة؟ ها شفنا ايه اللي حدث في نهاية عصر الدولة الوسطى. ضعفت ايه البلاد، وانتشرت يا ولادي ايه الفوضى والاضطرابات. احنا شفنا كان في صراعات بين حكام الاقاليم بينهم من بعض وبينهم وبين الملك الفرعون. اتنين تفرق الحكام، وكانوا بيتنازعوا بيتصارعوا على ايه على الحكم، كانوا متفرقين بيتنازعوا على ايه على الحكم. ثلاثة قصرة عدد الهكسوس، كان هم أكثر في العدد وكانوا متفوقين حربيا، متفوقين علينا حربيا في إيه؟ كانوا بيستخدموا سلاح العجلات الحربية اللي هي العجلات بجرها إيه يا ولاد؟ الخيول. وهينجح الهكسوس إن هم يحتلوا البلاد ويسيطروا على الدلتا، وهيعملوا عاصمة ليهم هي مدينة أواريس، وبعد كده هيتقدموا جنوبا وهيستولوا على مدينة منف وأقاليم مصر الوسطى، ويقوموا عمليات نهب وتخريب كبيرة،
مش هيبقى لا جزء بسيط من مصر هو اللي بقى مستقل، بيحكمه امراء طيبة بما تفسر كراهية المصريين للهكسوس ليه يا شباب؟ ليه المصريين كرهوا الهكسوس؟ أكيد الهكسوس عامل المصريين معاملة سيئة، يبقى السبب إن الهكسوس عامل المصريين معاملة سيئة، فرض عليهم إيه؟ الضرائب، قاموا بنهب ممتلكات المصريين، خدوا ممتلكات المصريين، وقاموا بتخريب المعابد، عشان كده المصريين كرهوهم، يبقى كرهوهم إنهم عاملوا المصريين معاملة سيئة، فرضوا عليهم ضرائب، نهبوا ممتلكاتهم، وخربوا إيه؟ معابدهم. ثلاثة، الهكسوس سيطروا على البلاد عن طريق بناء القلاع والحصون، بنوا القلاع والحصون في البلاد، وكمان قاموا بتوزيع الجيش بتاعهم في أنحاء البلاد. طب ليه؟ عشان يمنعوا المصريين إن هم إيه؟ من أي يمنعوا المصريين إن هم يقوموا بأي ثورة ضد إيه؟ ضد الهكسوس. الهكسوس يا شباب تأثروا بالحضارة المصرية. طب ايه الدليل على ان الهكسوس تأثروا بالحضارة المصرية؟ لبسوا ملابس المصريين، لبسوا ملابس المصريين، تلقبوا بألقاب فرعونية، تحدثوا باللغة الايه؟ المصرية. ده الدليل يا شباب ان الهكسوس تأثروا بالحضارة ايه؟ المصرية، يعني اصبحوا مثل المصريين، بيتشبهوا بالمصريين. تمام يا شباب، يبقى لبسوا ملابس المصريين القدماء، تحدثوا بلغتهم، تلقبوا بألقاب ايه؟ فرعونية. لكن المصريين رغم كده برضو لم يطمئنوا للهكسوس، وصمموا المصريين ان هم يطردوا الهكسوس خارج البلاد. طب مين اللي هيقوم بهذه المهمة؟ هنعرف دلوقتي يا شباب. اللي هيقود هذه المهمة يا ولاد، اللي هيعمل هذه المهمة امراء طيبة، هم اللي هيقودوا الكفاح ضد الهكسوس، ودي هتسمى حرب التحرير. هيأسس أمراء طيبة الأسرة السبعتاشر نتيجة لنمو الروح الوطنية بين المصريين، وهيقرروا إن هم يقودوا الكفاح ضد مين؟ الهكسوس. مين أول واحد يا ولاد اللي هيقود المرحلة الأولى من حرب التحرير ضد الهكسوس؟ سكنن رع، سكنن رع، لكنه يا ولاد هيسقط شهيد وهو بيحارب إيه؟ الهكسوس. هيجي بعديه يا شباب كامس ابن سكن الرع، هيستكمل قيادة المرحلة الأولى من حرب التحرير بعد أبيه، لكن برضه إيه؟ هيستشهد وهو بإيه؟ وبيحارب الهكسوس. هيجي بعد كده أحمس ابن سكن الرع، هيقود الكفاح ضد الهكسوس بعد ان عدى جيشا قويا يا ولاد، ودربوا على ايه؟ على فنون القتال والحرب، ويسلحوا ايه؟ باحدث الاسلحه في الوقت دوت، هو سلاح العجلات الحربيه اللي هي عجلات بجرار الايه؟ الخيول. وينجح احمس ان هو يحاصر عاصمه الهكسوس اللي هي اواريس، ويهزمهم شر هزيمه، ويطردهم ايه؟ خارج البلاد، ويعود الى وطنه منتصرا. الملكة إياح خطب يا أولاد زوجة سكن الرع ووالدة أحمس وكامس، رغم استشهاد زوجها وابنها الكبير، شجعت ابنها أحمس إن هو يقود شعبه في معركة الكرامة والحرية لتحرير بلاده منين؟ من الهكسوس. وهي هنا بتدينا يا أولاد المثل والقدوة في إيه؟ في الفداء والتضحية من أجل إيه؟ الوطن. معايا؟ والقدوة في حب إيه؟ الوطن. وكده نكون كنا انتهينا من درس اليوم. مع أطيب أمانينا القلبية بالنجاح والتفوق. إلى اللقاء.